السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. معكم سمية. فيديو ديال اليوم حبيباتي الغاليات فيديو خفيف ظريف، بما انه العواشر والعيد هذا وكل شيء راه كيوجد عيد يكسي وليداتو يشري اغراض للدار يشري اغراض الراسو. فاليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم بالنسبه لبنات الناظور واحد الحانوت اللي يلاه حلات مؤخرا، ماشي بزاف، هذه في الناظور الجديد اللي عندها عيدة حويجات. كتجيب ملابس اللي ماركة إسبانيا وكتجيب سلعة إسبانيا وكتجيب سلعة كذلك ألمانيا. فكما كتشوفوا هنايا عندها الحويجات ديال الدراري الصغار. بالنسبة لهاد الحويجات أخواتي الحبيبات فعندها من 3 شهور حتى العامين، وعندها كذلك بالنسبة للبنيتات هكا كسيوات حتى 10 سنين. فالمهم اللي بغات شي حاجه او لا عجبتها شي حاجه، انا غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها وغادي نخلي لكم كذلك النمره ديالها كما كتشوفوا هنا. كنحاول ما امكن انني نوريكم بعض الموديلات. عندها كذلك الحوايج ديال الرياضه بالنسبه للنساء، عندها كذلك ملابس داخليه، عندها كذلك الحوايج هكا ديال برا يعني، ولا بيجامات ديال البنات ديال النساء المتزوجات. مهم اللي عجبتها شي حاجه ما عليها الا تاخذ النمره وتجي عندها. وبمناسبه حلول العيد فهي راها عامله بروموسيون، راه خفضات في الاثمنه، دارت اثمنه مناسبه، فكنتمنى انكم تمشيو تزوروها. مهم اللي عجبتها شي حاجه تمشي عندها اولا. المهم انا هنايا ما بينت لكمش مزيان. المهم بالنسبه لبنات الناظور هكا سيرتو الناظور الجديد اللي شافت هكا المحل فتمشي تضرب عندها دوره لعل وعسى هكا تشوف عن قرب احسن، حيت الصراحه في لا فيديو ما كيبانش مزيان، وحتى انا يعني ما وريتكمش كلشي، وريتكم هكا غير بالزربه فقط. كما كتشوفوا معايا هنايا كاين السراول، كاين قميجات، هانتوما. وباقي البنات قال لك غادي تجي لها سلعه جديده. هنايا كاين عندها الشورتات بالنسبه للدراري كبار، عندها كذلك السراول سواء البنات سواء الدراري. ايوا هانتوما، غنخليكم تفرجوا تمتعوا عويناتكم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه بالحق البنات. ما تنساوليش لي لايك تشجيع عندي باش تشجعوني نقدم لكم مزيد من الفيديوهات ان شاء الله، والبارطاج، وخليو لي رايكم في التعليق كما كان الراي ديالكم زوين او لا خايب او انتقاداتكم او لا غير شي ايموجي تعبروا لي فيه على الشعور ديالكم. وشكرا لكم بزاف على المشاهده. بالنسبه اللي عندها وليداتها صغار وبغات تصلحهم في هاد العواشر اولا بمناسبه العيد، عندها هاد ليمونوس هادو اللي تقليديين، هادو هما اللوينات اللي عندها كما كتشوفوا الموف الاخضر، عندها الصفار، وعندها شي وحدين اخرين راهم عندها في ستوك. فاللي عجبتها شي حاجه ما عليها الا تواصل معها البيت اولا تجي عندها كما قلت لكم ديريكتومو المحل باش تشوف بعينيها. هادو تويبات ديال الشلالب. بالنسبه للمحل اللي سولتوني فين جا اخواتي الحبيبات، راه جا الناظور الجديد شارع 30 كما كتشوفوا معايا. تجيو مع كلينيك المطار تخليو على اليمين ديريكت، تجيو بحال لا هابطين الفيتنس كما شفتوا. وها هو المحل باش لاي هنايا، راه على الطريق شارع 30. يلا معايا تكملوا معايا الجوله. عندها كذلك جليلبات بالنسبه اللي بغات شي جلال شي جلابه هكا، عندها جلالب واجدين العيد اولا اللي بغات تخيط شي جلابه مراد العيد، راه كتشد البنات باغ كوموند يعني القياس ديالكم الذوق ديالكم الخياطه اللي بغيتو. عندها هاد الصندالات عفوا، هادو الكسوه ديال الرياضه ديال السبور، هانتوما عندها قياسات متعدده.
غنوري لكم كذلك السكان ديال السبور بالنسبه اللي بغات شي ساك اولا بغات شي وحده كانت كدير رياضه كدير السبور سواء في لاصال سواء غير في الدار سواء كدير غير بوحديتها كتخرج تمشى فعندها هنا الحويجات ديال السبور سواء السيكان سواء السوفيت مات سواء السراول كلشي بيجامات ملابس داخليه مهم نخليكم تفرجوا في الفيديو توفر عندها كذلك هاد المانطيات ديال الطبله مع السربيتات ديالهم مطروزين المهم حاليا راه متوفر عندها غير هادوك كولوريس الحق راه كدير سير كوموند الا بغيتو هكا شي لون محدد اولا شي طرزه محدده راه غادي توجدها لكم البنات سير كوموند عندها هاد التويشيات هادو هاد الاكسسوارات مع هاد الكولونياس ايوا كنتمنى الفيديو ديال اليوم ما يكون نال اعجابكم وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه كنتمنى انني نكون خفيف على قلوبكم وشكرا لكم على الدعم والتشجيع ديالكم تهلاو لي فراسكم بزاف وتناوني فيديو قادم ان شاء الله ولا بغيتوا شي حاجه فخليوها لي في خانه التعاليق بسلامه